صراحه طلعت انا في الظلان ندوزها في تركيا، حيت تركيا شي حاجه اكسترا صراحه. طلع المهم كوميم مع المغرب درنا، الله يجعل شي بركه هادشي درنا فيه، الله يجعل شي بركه. ندورو ثاني تركيا، من تركيا ثاني نمشي لفينيس حتى هي مدينه زويونه. هادو جوج هما ثاني حلم نمشي ليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنفضل راه اي واحد من المغاربه يفضل يمشي يدوزها على برا، حيت المغرب ما فيه ما يدار. كنفضل ندوز العطله ديالي في برا المغرب، حيت برا المغرب سي ترونكيل، تما ما كاين لا تصرا لا والو، كنكون اليز كندوز العطله ديالي اليز، ماشي بحال المغرب. في المغرب عاوتاني سي فغي عندنا بوكو دي ديستيناسيون، عندنا شحال من حاجه زوينه، ولكن عاوتاني ما كتبقاش على خاطرك. برا المغرب كتشوف واحد الثقافه اللي حنا مولفاش عندنا هنايا، تما كاين الاحترام وشحال من حاجه. اش نقول لك انا، على حسب الشواطئ في المغرب ناقصين بزاف، من ناحيه النظافه، من ناحيه شحال من حاجه، فهمتي؟ ما وما على برا ثاني هضره اخرى، تلقى الربيع بوحدو والحجر بوحدو، كل شي حاجه حاجه، كل حاجه معزوله بوحدها. وما عندنا حنا هنا كي تتشوفي راه كل شي رغي بلغا كي تنقولوا حنايا. اش بنقول لك دابا البحر تاع البحوره تاع المغرب والو. كون عندي فلوس، كون عندي فلوس ما تلقانيش واقف دابا، كون عندي فلوس كون خرجت شحال هذا، كون مشيت شحال هذا. مع دابا البحر المغرب دابا تي تعيش فيه خص تكون ديجا عندك الفلوس باش تعيش كي بيتي. اكيد غادي نكون تنفضل برا على المغرب، لان يعني المغرب راه درنا وتجولنا بزاف، بركه خاصنا نمشيو نشوفوا ثقافات اخرين، تشوف شي حاجه اللي ما عمرك شتيها في المغرب. المهم تاخذ تجربه من الواقع الخارجي. بحال النسبه اختي الا بغيتي تدوز هنا في المغرب، ما الشواطئ ديال المغرب ما كاينش شي حاجه شي معنى زايده كبيره، ولا اللي غتمشي لها تدوز فيها زعما غتحس براسك كدوز الصيف ديالك مزيان، ما كاينش شي حاجه اللي خياليه زعما اللي غتمشي وغتحس براسك راه انت بحالك بحال الناس. وبالنسبه لاوروبا يعني نمشي كيف كنشوفوا هنا في البرامج وفي هذاك الشيء، كتشوف بنادم يعني عايش، يعني كاين تفاهم، كاين ناس عندهم العقليه كيفاش كيتبحر، كيفاش حنا عندنا هنا في المغرب شي غادي كله باش غادي، كاين اللي كيتغدى في البحر الوسخ حداك، ما زعما ما كاينش شي حاجه في المغرب مزيانه بالنسبه في البحر، قليل بحال الشمال. الشمال كاينه شي حاجه مزيانه لو بغيتي تصيف تما عطا الله فين تشاف تما، ولكن من غير الشمال ما كاينش في المغرب. برا خصوصا برا يعني فين ما مشيتي الشواطئ ديالهم كاملين الناس تقدمت بزاف تما، يعني الا مشيتي غتلقى كلشي موفرين لك. هنا باراسول في المغرب كيكروه لك 30 درهم. العطله خاصها شويه المصرف، المغرب يدوز بنادم على برا، هو تما كاين ما يتشاف بزاف، بتكتشف عالم اخر.